أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معي عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي. أنا بكبر بيكم وبدعمكم ليا. توقعات برج الجوزاء ليوم الاثنين 7 مارس أذار 2022. بالنسبة ليك النهاردة يا جوزاء، هتصلك رسالة من صديق ليك قريب جدا جدا، هتغير يومك بشكل كبير، فخليك مستعد للتغيير اللي هيحصل ده سواء كان جيد أو سيء. ممكن يكلمك صديقك ده في رسالة بأنه هيحجز تذكرة سفر لمكان أنت بتحبه في اليوم ده، أو ممكن يبلغك بأنك هتحصل على مبلغ من المال في اليوم ده، أو ممكن أنه يقولك حاجة عن حبيبك أو بتخص حبيبك فيه. فهتكون انت من المتوقع النهاردة ان ايامك اللي جاية هتكون مليانة جدا بالمفاجآت، فخليك مستعد لأي حاجة ممكن تكون بتظهر في طريقك في اليوم ده، وان شاء الله كل اللي هيظهر هيبقى خير، فخليك مستعد للمفاجآت الحلوة اللي انت بتنتظرها. بالنسبة ليك عاطفيا النهاردة، هتعاني في علاقتك النهاردة من شوية ضغوط وشوية اتهامات هتحذر منها، وهتكون متحذر جدا للمتاعب الصحية اللي بتمر بيها، وبنصحك انك تكون حريص جدا على سلامة بيتك واسرتك اليوم بحد كبير، علشان ما يحصلش اي مشاكل ما بينك وبينهم. لازم انك تغطي عليهم بشكل كويس وتخاف عليهم وتلتزم معهم بشكل افضل. بالنسبة ليك مهنيا النهاردة، بيبدد اليوم ده المخاوف اللي بتراودك من فترة طويلة جدا جدا كانت الفترة اللي فاتت مهنيا، وهتحصل على طمأنينة شوية في يومك ده وضمانات أفضل بشأن مستقبلك فيه، فخليك حذر أكتر علشان تتخطى المخاوف اللي ممكن تكون بتمر بيها في يومك ده. بالنسبة ليك صحيان النهاردة، من المستحسن انك تخفف من سيطرتك على هاجس شغلك في اليوم ده، وعليك انك تدي نفسك بعض الاستراحة شوية من الضغوط اللي ممكن تكون بتمر بيها بشكل كبير وبتكون بتضغط عليك بشكل ضاغط جدا. بالنسبة لتوقعات العشرية الأولى، مواليد 21 مايو ل31 مايو، هيكون الناس النهاردة فيهم أكتر دفء وأكتر صبر من المعتاد، فخليك مستعد للموضوع ده، علشان هتكون بتمشي في علاقة طويلة المدى هتكون حلوة جدا، هتحول نشاطاتك بشكل كبير، وهيكون في خطة تدريب محددة جدا جدا، هتاخد وقتك وهتاخد تعب كبير في انك توضع ليها الاساس النهاردة لكل تطلعاتك على اعدادات هتكون محددة جدا لو حابب انك تمشي فيها لقدام. بالنسبة لتوقعات العشرية التانية، مواليد 1 يونيو ل10 يونيو، هيتم النهاردة إعاقة تقدمك بشكل كبير، وهيكون من الصعب النهاردة إنك تدور على رفقاء في اللعبة مرة تانية وفي البحث مرة تانية. في مغامرات كبيرة هتحصل وفي حاجات هتضحكك بشكل كبير، لكن كل ما عليك إنك تعمله النهاردة إنك تلجأ للأنشطة اللي هتكون مرتبطة برفاهيتك وجمالك، وهتعثر على شركاء هيكونوا مبتكرين بشكل كبير ومتحمسين لأي مشروع ممكن تكون إنت هتدخل فيه في اليوم ده. بالنسبة لتوقعات العشرية التالتة، مواليد 11 يونيو ل20 يونيو، في شوية مغامرات هتحصل حتى لو كانت متهورة بعض الشيء النهاردة، هي الوقت المناسب لو حبيت انك تفكر فيها وترتاح وتحللها بشكل كويس، حتى لو كان التحليل ده هيكون تحليل عملي بشكل كبير، النتائج النهاردة هتكون في افضل حال ليك، وهتستمتع بيومك بشكل كبير حتى لو كنت بمفردك النهاردة او في علاقات. علاقاتك الحميمية النهاردة هتكون حلوة جدا جدا، وهيكون في ارتداء ليك النهاردة. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، القمر في برج الثور في الصباح ده بيشير لشبه مربع مع عطارد وتشرين، والبعضهم النهاردة في شوية سوء تفاهم ما بينهم هيحصل، وبيتحدوا في العبور ده علشان يتواصلوا بمزيد من الحساسية في اليوم ده، وهيكون في ميل للشك في تصوراتنا ليه. بيقضي القمر يومه في برج الثور زي ما قلنا في تناغم كبير جدا مع المشتري والشمس ونبتون، وبيعزز التعاون ده والراحة والمتعة مع وجود ساحة حلوة جدا للقمر لزحل بعد ظهر اليوم ده. ممكن انه يبدو شوية مسؤولياتنا تجاه الاشخاص الاخرين اللي حوالينا، ونتعرض من السعي ولتحقيق الاستقرار اللي احنا بنحلم بيه وراحة بالنا اللي دايما بندور عليها، في تعديل وتيرتنا وحمايتنا النهاردة من كل الضغوط اللي ممكن نمر بيها، حتى لو كانت الضغوط دي خارجية او خارجة عن ارادتنا اليوم ده،
هتصبح الامور حوالينا والامور الماليه واثقه اكتر، وبيساعدنا القمر فيه على ممتلكاتنا والراحه والامن في موضع تركيزنا اليوم. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.